رسالتي للشابات اللي بعمري انه اكيد يستمرون بالتجربة، ما حد يعرف اشنو هو المجال اللي ممكن يبدع بينه او يبرز بينه. انا فرح نمير من مدينة الموصل محافظة نينوى، ادرس بثانوية الموهوبين، عمري 18 سنة، ومن هواياتي تصميم الجرافيكس وتكلم بالانجليزية والرسم. تعلمت التصميم عن طريق كورسات بعد ما كنت أصمم على الوورد، فقررت أن أطور على برامج أدوبي اللي هي إلستريتر، فوتوشوب، إنديزاين وما إلى ذلك. بداية عانيت لأن ما أعرف إيش نختار البرنامج المناسب، تواصلت مع مصممين عرب، مصممين بالخارج، يعني استفدت كثير من خبراتهم، وأيضا يعني دخلت كورسات مجانية كثيرة اكتسبت منها معلومات، وبعدين تعلمت الجزء النظري وبدأت أنطلق. تقريبا يعني كانت حياة جديدة، صح، ناس جديد جداد، يعني مدينة جديدة، بس شفت يعني التأقلم، شفت تقبل، وأيضا نوع من التجربة الجديدة بالنسبة لي، وكسبتني يعني كثير معلومات، كثير نضج،